في اهتمام كبير بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، عشان كده تم إجراء فحص لأكثر من 2 مليون شاب وفتاة في خلال أو وقت انطلاق المبادرة في شهر فبراير السنة اللي فاتت تحت شعار 100 مليون صحة. طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هنعرفها من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذة منة، صباح الخير على كل مشاهديكم الكرام. يا أهلا بيك يا فندم. لو حضرتك توضح لنا أكتر، احنا بنتكلم دلوقتي في 2 مليون شاب وفتاة منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، لو تكلمنا بشكل مفصل عن هذه المبادرة وطبيعة الفحوصات اللي بيتعرض ليها المقبلين على الزواج. يعني حقيقة الزواج هو الخطوة الأولى لبناء الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبالتالي كلما كانت الأسرة هي أسرة صحيحة وسليمة كلما كان المجتمع بمجتمع صحي وسليم. والحقيقة إنه الزواج إما أن يكون زواجا صحيا وإما أن يكون غير ذلك. الزواج الصحي هو حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من الناحية الصحية النفسية البدنية والاجتماعية. هدف الفحص الطبي قبل الزواج هو إعطاء المشورة للاثنين، الراجل والست اللي مقبلين على الزواج، لبناء أسرة صحية بزواج صحي فيه انسجام وتوافق صحي وبدني واجتماعي ونفسي. حقيقة من خلال مع بداية انطلاق مبادرة السيد الرئيس للكشف على المقبلين على الزواج، تم الكشف على 2,700,000 شاب وفتاة. الكشف ده بيتم إجراؤه في أكثر من 370 مركز ووحدة صحية على مستوى الجمهورية في 27 محافظة، وبيشمل بالإضافة إلى المشورة والفحص النفسي فحوصات معملية لكشف عن الأمراض غير السارية زي السكر، فحوصات أو كشف إكلينيكي يختص بارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكذلك فحوصات معملية للكشف عن الأمراض المعدية زي فيروس بي وفيروس سي وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى فحوصات فصيلة الدم والهيموجلوبين والآر اتش للمرأة، وكذلك بعض الفحوصات للأمراض الوراثية زي الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي. كل ده بيؤهل من الناحية الصحية الأب والأم المستقبليين على اتخاذ قرارات مبنية على دليل صحي سليم. وكمان في شيء مهم جدا يمكن كلنا عارفينه، وهي أهمية الاكتشاف المبكر لكثير من الأمراض بيؤدي إلى علاج ناجح، وبالتالي كلما اكتشفنا الموضوع بدري كلما قدرنا ناخد خطوات علاجية، خطوات تخطيطية مبكرة تؤدي إلى الحصول على زواج صحي متكامل يضمن بناء أسرة صحية ومجتمع صحي بالتالي. طيب دكتور، احنا فحصنا 2 مليون شاب وفتاة، مستهدف نفحص كام واحد؟ وهل كل مراكز صحة الأسرة متاح فيها الفحص؟ لا، هو في 370 مركز، هو ما فيش مستهدف، هو المستهدف كل اللي عايز يقبل على الزواج. فده قرار بيتخذه الشاب والفتاة، وبالتالي كل وده أصبح إلزاميا الآن. كل من يريد أن يتزوج قبل ما بيتقدم للمأذون من ضمن الأوراق اللي لازم يتقدم بيها هي شهادة الفحص الطبي سواء للرجل أو للمرأة عشان يتم عملية الزواج. فإحنا عايزين نفرق ما بين شهادة الفحص الطبي ونتيجة الفحص الطبي. نتيجة الفحص الطبي دي قرار يرجع إلى كل من الرجل والست المقبلين على الزواج. المطلوب هو الفحص وليس نتيجة الفحص، يعني بقطع النظر عن نتيجة الفحص كانت أيا كانت هي ما إيه، فالذي يأخذ القرار بالزواج من عدمه هم الاثنين المقبلين على الزواج. ومراكز الفحص زي ما ذكرت الحقيقة كده بتتم في الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في 370 وحدة على مستوى الجمهورية. حاجة بس اللي أنا عايز يعني أؤكد عليها إنه نتيجة التحاليل بتاخد بعض الوقت، بحد أقصى يعني 14 يوم، يعني ما بتزيدش عن 14 يوم، لكن ممكن تطلع في 48 ساعة 72 ساعة. ولهذا النصيحة اللي بوجهها لكل عريس وعروسة جداد مقبلين على الزواج هو التقدم إلى مراكز الفحص بوقت كافي قبل الميعاد اللي حددوه عشان عقد القران،
عشان يتمكنوا من الحصول على نتائج الفحص الطبي. تمام كده فهمنا من كلام حضرتك انه الفحص ضروره لعقد القران لكن نتيجته مش ضروره، لكن احنا بندي للزوجين نتيجه الفحص وهم اللي بيقرروا اذا كانوا هيكملوا يتجوزوا او لا، وفي النهايه هو ده لمصلحتهم هم. بالضبط، احنا بنديهم النتيجه والمشوره والنصيحه، واذا كان في عندنا اي نوع من الامراض اللي ثبتت بالفحص بنحولهم لاماكن تقديم الخدمات العلاجيه اللي على اساسها بيتلقوا العلاج لعلاج هذه الامراض. طيب جميل، احنا بقى عندنا اعتقد قاعده بيانات دلوقتي من خلال فحص عدد كبير، احنا قلنا تجاوزنا ال 2 مليون. هل في اي مؤشرات نقدر نبني عليها مستقبلا؟ يعني مثلا عرفنا انه الفئه العمريه مثلا في بدايه العشرينات في بعض الضغوطات النفسيه او المشاكل النفسيه، فنقدر بعد كده ان احنا نتلافى هذه الامور. يعني الحقيقه احنا واحده من ضمن مصر الجديده والجمهوريه الجديده هي مساله التحول الرقمي او استخدام قواعد البيانات الضخمه البيج داتا، بدايه من 100 مليون صحه واكثر من 60 مليون مواطن تم فحصهم، بقى عندنا قاعده بيانات صحيه واضحه ليهم. النهارده بنضيف ده من خلال المبادرات الرئاسيه باكثر من 2 مليون شاب وفتاه في الفئه العمريه اللي فوق ال 18 سنه، بقى عندنا قاعده بيانات واضحه. ده بيمكننا زي ما حضرتك قلت فعليا من اتخاذ قرارات صحيه مبنيه على دليل. احنا محتاجين اكثر نزود التوعيه فيما الفئة عمرية معينة، السكر، فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم، الأمراض غير السارية الحقيقة، السمنة والتغيير نمط الحياة والسلوك اليومي، نوعيات الأكل، الحياة الصحية المبنية على أن يكون هناك مجهود بدني لابد من ممارسته للشاب والفتاة عشان السمنة والحفاظ على الوزن وهكذا. فكل هذه البيانات حقيقة بقى عندنا القدرة لإثبات، ما هو البيانات هي مجموعة من الأرقام، الأهم من البيانات وإن كانت البيانات مهمة هي القدرة على تحليل البيانات. وعشان كده يمكن كان من ضمن اهتمامات الدولة المصرية والسيد الرئيس بشكل كبير جدا بقواعد البيانات وأماكن تخزين البيانات وتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستفادة من هذه البيانات عشان يبقى قراراتنا مبنية على معلومات دقيقة وينتج عنها قرارات دقيقة لمصلحة المواطن المصري والحياة الصحية الكريمة لكل المواطنين. طيب دكتور، امبارح انطلقت في 9 محافظات الحملة لفحص سرطان عنق الرحم وابتدت من الأسمرات، لو حضرتك تقول لنا التفاصيل. هي مش لفحص سرطان عنق الرحم، هي لفحص الأورام السرطانية، واحد من الأورام السرطانية سرطان عنق الرحم. يعني أشمل كمان. تمام. احنا بنتكلم على سرطان الرئه، القولون، البروستاتا، سرطان عنق الرحم، وهي الحمله احد المبادرات الرئاسيه التي اطلقت بهدف الكشف المبكر عن الاورام السرطانيه، ودي كانت اطلقت في العام الماضي 2023. والمبادرات الرئاسيه تمتاز بانها مبادرات مستدامه، يعني ملهاش وقت تبدا وتنتهي، هي مستمره زي ما دايما بنقول ساعاتنا في وزاره الصحه، المبادرات معاك من اول يوم، من اول ما بتولد. يمكن كنا بنتكلم على الزواج دلوقتي واثناء فتره حياتك كلها وحتى نهايه بالمبادره الرئاسيه للكشف عن الامراض المزمنه عند كبار السن. كان واحده من المبادرات الرئاسيه يمكن في البدايه كانت سرطان الثدي. النهارده او من 2023 اطلقت المبادره الرئاسيه للكشف عن الأورام اللي بتشمل الرئة، البروستاتا، القولون، وسرطان عنق الرحم. امبارح كنا بنعملين حملة تنشيطية في 6 محافظات للكشف عن الأورام السرطانية، والحمد لله يعني كانت حملة ناجحة جدا، وكان معانا فيها الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الجمعيات الغير هادفة للرئة. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا جزيلا.